طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية وخلينا نتكلم معاكم بقى فنيا عن عده امور، وانا معايا على التليفون المهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم بنادي المقاولين العرب. يا باشمهندس اهلا وسهلا بيك ومساء الفل. اهلا، مساء الفل. مساء الخير، اخبار حضرتك ايه؟ طمنا الاول بس على صحتك. الحمد لله تمام النهارده، الحمد لله بومب زي الفل. زي الفل الحمد لله يا رب دايما. طبعا عايز احييكم الحقيقه على الموسم ده، موسم هايل واستثنائي مع كابتن عماد النحاس واصراركم على يعني التغيير، وان انتوا واقفين بتساندوا الكابتن عماد النحاس بالشكل ده، والمستوى اللي وصله المقاولين العرب السنه دي حاجه محترمه جدا ولافته للنظر يا باشمهندس محمد. انا بشكرك جدا على هذا الكلام اللي بتقوله، وانت راجل من احد خبراء الكوره يعني، ربنا يخليك. والحمد لله، دي سعدنا ان تبقى دي رايك فينا ونظرتك لنادينا يعني، ربنا يخليك يا رب. شايف ان احمد علي يستحق الانضمام لمنتخب مصر في ظل المستويات المميزه اللي بيقدمها دي؟ بدون نقاش يا كابتن ابراهيم، بدون نقاش، بدون نقاش. انا الحقيقه بشوف فيه مواصفات اللي انت محتاجها النهارده لراس حربه تقدر تعتمد عليه. وبعدين احمد علي كل اهدافه مختلفه عن بعضها، يعني وشايف انه بيقوم بالواجبات دي ويستحق اهداف الدوري يعني. فانا بقول هذا الكلام، وان شاء الله اعتقد ان هم المسؤولين هينظروا له في خلال الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اسال حضرتك في جزئيه مهمه جدا، انا بتابع الاخبار في كل مكان، هل فعلا النادي الاهلي ارسل الى المقاولين العرب يطلب منه استضافة لقاء صن داونز في ملعب المقاولين ولا لا، او من بعدها يحصل على الموافقة الامنية؟ هو من ناحية المبدأ احنا ما عندناش مانع اطلاقا لاستضافة النادي الاهلي، ملعب جاهز ونادي المقاولين يرحب سواء للاهلي او اي نادي اخر، فما عندناش ادنى مشكلة في هذا الموضوع. كويس. هل النادي الاهلي ارسل اي شيء رسمي؟ لا، لحد دلوقتي انا بسمع كلام، لكن انا بقول سواء ارسل الاهلي او ما ارسلش، فانا بقولها صريحه، ليس لدينا اي مانع من استقبال المباراه. مفيش اي مانع لاستقبال المباراه. يبقى احنا كده ايه، الاهلي لو بيتكلم هيتكلم مع الاجهزه الامنيه، صح كده؟ اللي هي المختصه حضرتك بالسماح باقامه المباراه، سواء الاجهزه الامنيه او الاتحاد الافريقي يعني، للناس اللي هي هتبقى مسؤوله عن انما احنا من ناحيه المبدا كنادي مقاولين العرب اهلا وسهلا باقامه المباراه، ما عندناش ادنى مشكله. ده شيء عظيم جدا. يا باشمهندس محمد انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على المداخله، بتمنى لكم كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم بنادي المقاولين العرب، وتعقيب مهم جدا في الجزئيه دي، لان هناك عدد من الاخبار تتحدث عن امكانيه نقل اللقاء او طلب النادي الاهلي او رغبه الاهلي في ان اللقاء يتلعب، لقاء صن داونز يتلعب هنا في ويبقى بتواجد جماهيري يعني عدد، يعني بحس انه يبقى في مسانده كبيره للنادي الاهلي في القضيه، وشفت المسانده كانت عامله ازاي لصن داونز في ارض وسط جماهيره.